يا قيوم، اللهم إني راضية محتسبة،
اكتسبت ابني عندك، لكني لا ارضى الا بتحكيم شريعتك. اللهم اني لا ارضى الا بتحكيم شريعتك. اذن لشريعتك بان تحكم الارض وان تسود. احكم دماء اخواني واخواتي والاطفال. اللهم احكم دماءهم، اللهم احكم دماءهم. احفظهم يا رب، احفظهم يا رب، احفظهم يا رب. وانا راضيه الحمد لله. انا ما تدوقش علي ختم القران. ابني 16 سنه في شهر 10 هيجي 17. الصبح بيقول لي ما تدورش عليا. قلت له ليه؟ قال لي شهيد. يا رب يا ماما تدور عليا ما تلاقينيش. يوم سيدي جابي واحنا هناك عند الشماليه الناس قالوا لي شهيد. رحت لما لقيناه بعد ما فضونا وجار ورانا بالرشاشات في الشوارع يقول لي احضني ابنك الشهيد، يقول لي احضني ابنك الشهيد. قلت له يا حبيبي والله احتسبتك عبد الله وانا راضي. والنهارده راضي، والنهارده راضي، والله راضي راضي. بس املي ورجائي ان ربنا يمكن لي دين القران وينتقم من اهل الفتنه. ربنا يجمد الدم في عروق تبدرس. طيب مش طيب ابدا، ده شرير اللي بعد اقل الضررين ان 17 سنه خاتم كتاب الله. وكل الناس املي ان ربنا يحكم بما ان بره. اتفقنا يا رب، اتفقنا والتوينا والحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. املي ان ربنا يمكن لي دينه في الارض. املي ان ربنا ياخد السيسي واعواد ويطهر البلد كلها من الفساد. ان شاء الله لما الدكتور مرسي يرجع مش هنرضى غير بالفساد كله ينقض عليه. مش عايزين فساد تاني، مش عايزين فساد تاني ابدا. الحمد لله، الحمد لله. وابوه ان شاء الله مشروع شهيد، ونسيبه ورميساء وسلمى كلهم عند الله وانا من قبلهم. بس رجعنا تمكين من الله في الارض. يحكمنا شرع ربنا ويكون القران هو الحكيم القادر. املنا ورجعنا فيك يا رب، يا رب. اللهم لا تضيع هذه الدماء ابا، اللهم لا تضيع هذه الدماء ابا. اللهم انا قد رضينا، اللهم انا قد رضينا فتقبل شهداءنا. اللهم انا قد